طيب المعنى السابع جزء طبعاً إحنا نفصل شوي اللي هو النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النص من عدم. النظر في استكمال الواقع للأوصاف الواردة في النص من عدم بمعنى أن يتحقق بالواقع. وعندنا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بهذه الواقعة فيها جملة من الصفات. الآن يفتش في الواقع هل جميع الصفات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في هذه الواقعة أم ليست موجودة فيها بحيث يضمن هل هي المقصودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. طبعاً في تفاصيل ممكن موجودة من التفاصيل أن عندنا واقعة ماضية وواقعة حاضرة. يعني عندنا احتمالين إما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن واقعة معينة مخصوصة. هذه الواقعة لما نريد عملية التنزيل هي من قبيل التاريخ الماضي أن حصلت واقعة وانتهت هذه الواقعة بالكلية. والاحتمال الثاني أن الآن قاعد تتكشف هذه الواقعة الآن حاضرة قاعد تتكشف شيئا فشيئا. فإذا كانت الواقعة من قبيل المسألة الماضية التي انتهت فلا بد أن تتوفر كل الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. فإذا تخلف وصف من هذه الأوصاف لمعارضة مناقضة وصف آخر له فلا يصح أن يقال أن هذه الواقعة مع كثرة الأوصاف المتعلقة بها هي مقصودة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر والحديث. هذا فيما يتعلق بالواقعة الماضية. الواقعة اكتملت إيوان. فإذا اكتملت صفات النص فيصير هي الواقعة المقصودة أو يحتمل تأتي تفاصيل. إذا لم تكتمل الصفات فيقال أن هذه ليست الواقعة المطلوبة. طيب إذا كانت الواقعة حاضرة لا قاعدة تتكشف كما يقال شيئاً فشيئاً قاعدة تتكشف شيئاً فشيئاً فيقال إما أن احتمال هذه الأوصاف أو الواقع مما يحتمل أن تظهر فيها الأوصاف الباقية. يعني خلنا نأخذ نموذج عملي حتى تصوروا المسألة. مثلاً لو خرج المهدي من الأوصاف المتعلقة به مثلاً أن اسمه محمد بن عبد الله. جيد اسمه محمد بن عبد الله وهو من ولد فاطمة هذه أوصاف. فلا يتصور يعني في لحظة يعني خروجه لدعوته إلا أن الناس يعرفون هذا القدر من الأوصاف. هنا رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً واسمه محمد بن عبد الله. طيب هل يصح لنا بمجرد هذا الوصف وهذا المعنى نروح ماشي ونقفز المربع نقول هذا هو المهدي؟ نقول هذا المهدي؟ ما يصح لنا مثل هذا لأن ما استكملت الأوصاف الباقية فيه. ولكن السؤال الحين يعني في جزء من التحليل العلمي هل يصح أن ننفي أن يكون المهدي؟ نقول هناك احتمال تحتاج أن تراعي. افترض جدلاً أن في رجل اسمه محمد بن عبد الله ولكن ليس من والدي فاطمة هل يمكن أن يكون هو المهدي؟ نقول لا لا يمكن يكون هو المهدي. لماذا؟ لأن وجد فيه وصف معارض مناقض للأوصاف. يعني وصف لا يمكن يرتفع. يعني في فرق بمقامين أن الواقعة في جملة من الأوصاف حصلت فيها ونحن نترقب بقية الأوصاف. طيب ترقب بقية الأوصاف لها احتمالات. إما أن في وصف لا يقبل الارتفاع مناقض للوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فنضع عكس على هذه الواقع نقول ليس مقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أو يمكن أن يكون هنالك وصف مناقض لكن يقبل الارتفاع. يعني مثلا في شأن المهدي مثلا من الأوصاف هل الرجل صالح ولا طالح؟ الرجل صالح والرجل يملأ الأرض عدلا لكن ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسرح الله في ليل. فافترض اسم محمد عبد الله وهو من ولد فاطمة لكن الرجل ليس صالحا لا يعني هذا بالضرورة أنه ليس مقصود. يحتمل نتوقف نسكت ما نتكلم في الموضوع هذا. يحتمل في ظل طبعا السياق الزمني في ظل توفر الأوصاف الثانية يحتمل لأن هذا الوصف ليس من قبيل الوصف المناقض الذي لا يقبل الارتفاع مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرح الله في ليل. فبالتالي جزء من تفصيل الكلام حتى نلملم مختصرة شنقول الحادثة إذا كانت حادثة ماضية فيجب أن تصف الأوصاف كلها. إذا ما صفت الأوصاف كلها فمعناتها ليست الحادثة المقصودة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت الحادثة آنية حاضرة فيحتمل أن الأوصاف تتكشف شيئا فشيئا. هذه الأوصاف إذا كانت غير موجودة لمجرد عدم حدوثها لا لقيام بمعارض نقول يحتمل أن تكون الواقع مقصودة فنتريث ونتأنى. إذا وجد وصف مناقض معارض ننظر في هذا الوصف هل يقبل الارتفاع أم لا يقبل الارتفاع. يعني مستحيل اسمه مفترض محمد بن عبد الله لو واحد اسمه محمد بن أحمد وهو من ولد فاطمة وهو كذا حصلت نقول لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ برجل اسمه
محمد بن عبد الله. فهذه جزء من التفاصيل، وخذوا بعض من صفات السلف اللي تدل على مثل هذا المعاني. يعني خذوا مثال عن ابراهيم بن ميسره قال: قلت لطاووس عمر بن عبد العزيز المهدي. عمر بن عبد العزيز المهدي، لان الرجل لاعب، رجل صالح، ورجل في عده اتباق في سن. فقال: لا، انه لم يستكمل العدل كله، انه لم يستكمل العدل كله، لكن العدل الذي تحقق على يد المهدي بعد ان تملأ الارض جورا وظلما لا ابلغ من العدل الذي رايناه من عمر بن عبد العزيز. فتلاحظ ان ما استكمل الاوصاف التي نبه اليها النبي صلى الله عليه واله وسلم. مثلا عن ابي هذيل ان ابن مسعود وحذيفه كان جالسين ومر بامراه على جمل قد احدثت حدث. شوف الحديث العجيب هذا، ان ابن عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان، وحذيفه هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يتتبع ما يتعلق بشان الفتن. وفي رساله لطيفه اظنها للشيخ عصام بن موسى هذا، اذا ما كنت واحد، رساله لطيفه في تتبع الاثار المرويه عن مجاهد رضي الله عنه عن حذيفه بن يمان في شان الاشراط الساعه والفتن وغيره. فعندهم دقيق الاخبار ما لا يتفق له كثير من الناس في هذا الباب. فالعجيب في الحديث يقول ان كان جالسين ومر بامراه على جمل قد احدثت حدث. طيب اذا قلت امراه على جمل يخطر في بالك ايش الحين بظن ملابسات التاريخ اللي عايشه. طيب احنا ما يعني ما عندنا اخبار مرويه في موضوع الجمل. بس حذيفه شو قال؟ فقال احد من صاحبي المظلوم به حذيفه قال او ابن مسعود يقول: لهي هي. فقال الاخر: لا، ان حول تلك بارقه. لا مش هذه المقصود، هذه تلامس في حاله استلام واحترام وغيرها يعني عاش. فتلاحظ الحين ان في اوصاف حصلت واقعا، موضوع ان امراه على جبل، وكان عندهم شيء من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مساله منبه يعني بعد قليل تدل وترشد الى فتنه تتحصل في سياق الزمن تكون فيه امراه على جبل. لكن هل هي المقصوده؟ قال: لا، مش هي المقصوده، لان ما استكملت بقيه الاوصاف. مثلا يعني اللي طيب شوفوا هذا المثال في قضيه الاشكاليات في عمليه التنزيل بسبب عدم تحقق الصفات جميعا. مثلا عن عبد الله بن صفوان قال: اخبرتني حفصه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحومن هذا البيت جيش يرثونه حتى اذا كانوا بمداخل الارض يخسف في اوسطهم ومنادي اولهم اخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى الا الشريف الذي يخبر عنه. فقال رجل: اشهد عليك انك لم تكذب على حفصه، واشهد على حفصه انها لم تكذب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي روايه عند ابن ماجه بالزياده الاتيه: فلما جاء جيش الحجاج ظننا انهم هم. فقال رجل: اشهد عليك انك لم تكذب على حفصه، وان حفصه لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الحين اللي حصل ان عبد الله بن الزبير اعلن امارته وخلافته من مكه. فجاء جيش قادم من ارض الشام يقول الحجاج بن يوسف الثقفي: عند الحديث لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى اذا كانوا بيداء الارض يخسف باوسطهم وينادي اولهم اخرهم فيما يخسف بهم فلا يبقى الا الشريف الذي يخبر عنه. فتوهم بعض التابعين الموجود في ذاك الزمان ان ظنوا ان الجيش المقصود هو جيش الحجاج بن يوسف الذي ينطبق عليه هذا الامر، ثم لم يتحقق مثل هذا الامر لعدم تحقق بقيه الاوصاف اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث. طيب من المعاني كذلك المهمه، المعنى الثامن التفريق بين الصفات المشتركه والصفات الخاصه. لما ننظر في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالاخبار المستقبليه، لما يتكلم عن مواقع معينه، هنالك نمطين من انماط الاوصاف. في اوصاف مشتركه يمكن ان تتحقق في هذه الواقعه وهذه الواقعه وهذه الواقعه، وفي اوصاف لا يتصور تحققها الا في واقعه معينه. نضرب مثال بقضيه المهدي على سبيل المثال. مثلا من الاخبار المتعلقه بالمهدي، مثلا اسمه محمد بن عبد الله، هل هو وصف مشترك ولا وصف خاص؟ هو وصف مشترك، ممكن هو اسمه محمد بن عبد الله غير محمد بن عبد الله، من ولد فاطمه وصف مشترك. لكن قضيه انه يصلي خلف عيسى بن مريم، هذا وصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق المهدي على يعني تفاصيل ما بتفاصيل في تفاصيل ما يتعلق بالمرويات والجمع بينها وبعض مواقف العلم، لكن نجديها على قول كثير من اهل العلم. فمثل هذا الوصف يتعلق بشأن المهدي هو وصف من قبيل الوصف الخاص. فالحين يعني يقوى في نفسنا احتماليه ان هذه الواقعه تكون الواقعه المقصوده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع تتابع الاوصاف حتى لو كانت اوصاف مشتركه. فاذا تحقق الوصف الخاص، الوصف الخاص اذا تحقق جزلنا وعرفنا ان هي المقصوده بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. المعنى التاسع
أن يكون النص حكماً على الواقع إلى العكس. من الضوابط في هذا الباب إن الأصل إن الإنسان يتلقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يطمئن إلى ثبوته، بعد ما يطمئن إلى معناه، يجعله حكماً على الواقع، يعني يتأنى ويتريث وينتظر الواقع أن تكون مطابقة لمدلول الحديث لا العكس. لأن اللي حصل إن بعضهم يجعل من الواقع حكماً على الحديث، يعني يقوى في نفسه. مثلاً لما ذكرنا مثال قضية الصواريخ في قضية الرماح، إيش اللي حصل؟ حصل عنده إشكال إن في ظل الحضارة المدنية المعاصرة صار يشك الضغط عليه بحيث لا يستطيع أن يتعقل أنه ممكن الدحدر وضع البشر كما يقال، ونرجع إلى وراء بحيث يعود الناس لنقاط العدو بالسيوف والرماح. فراح يتأول الحديث ليكون هو المتوافق مع الواقع لا العكس، لا العكس. فقاعدة المعمول فيها في هذا الباب إن الإنسان إيش؟ يطمئن إلى ثبوت الحديث، يعرف مدلول كلمة الحديث، ثم يتريث يتأنى ينتظر الواقعة اللي تتوافر فيها الأوصاف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يعيد ترتيب الحديث ليتوافق مع الواقعة المطلوبة. هذا قديم. المعلم العاشر اللي مراعاة ألفاظ الشريعة في هذا الباب، مراعاة ألفاظ الشريعة في هذا الباب. يعني مثلا تجد بعضهم عندنا من المصطلحات الشرعية مصطلح اسمه الملاح. عند أهل الكتاب يعني المصطلح المقابل لفكرة الملحمة في التراث الإسلامي اللي هو هرمجدون، أن عندنا مثلاً هرمجدون عبارة عن أرض يعني معينة بقعة جغرافية موجودة في أرض الشام تحصل فيها الملحمة. طيب وين وقع الإشكال في عدم الالتزام بالمصطلحات الشرعية؟ أن هناك حمولة لرغبة هرمجدون، يعني مثلا أطراف الصراع فيما يتعلق بهرمجدون لا يتم بالضرورة أن يكون ذات أطراف الصراع فيما نعبر نحن عنه بالملح كمثال. مثلا المكان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزل الربوع بالأعماق بدارق، وهذه منطقة مختلفة عن هرمجدون. وبالتالي بعض الباحثين اللي يدخل في هذا الباب ويتكلم عن الملاحم تحت عنوان هرمجدون ترى هو لا يستحضر أن هناك حمولة توراتية، حمولة مثلاً نصرانية أو يهودية يقتضيها استجلاء من هذا المصطلح. ولذا يعني حتى نأخذ المثل بشكل أكثر دقة، النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن بعض الفتن يتكلم عن بعض أشراط الساعة يربطها ببقع جغرافية معينة، يحدثك عن النجد، يحدثك عن العراق، يحدثك عن الشام على سبيل المثال مثلاً. فضروري أن يستصحب الإنسان التحقيقات الجغرافية المتعلقة بهذه المواضع والأماكن في ضوء التاريخ اللي كان يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمصطلحات المعاصرة. يعني الحين ينظر في الذهن لما تقول العراق ينظر في الذهن مباشرة إلى دولة موجودة في أرض الواقع تسمى العراق، لها حدود جغرافية معينة. هذه الحدود الجغرافية المعينة ترى لا يلزم بالضرورة أن تكون مشتملة على كل العراق، ممكن متوسعة على العراق لأنه في النبي صلى الله عليه وسلم أو ضيق عنه. وبالتالي ضروري أن يحقق الإنسان ويحرر ما هي التمدد الجغرافي للبقعة. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم نجد، ضروري الإنسان أن يدرك إيش مقصود بنجد. إحنا مثلا في المصطلح المعاصر لما نطلق القول بنجد ينصرف في الذهن مباشرة إلى نجد اليمامة، نجد في الجزيرة العربية، في حين يحتمل وهذا موقف لبعض أهل العلم فيما يتعلق بتفسير بعض الأحاديث أن نجد العراق. فالمسألة ضروري أن يحقق الإنسان ويدرك المصطلحات المتعلقة بهذه المسألة ويدقق النظر فيها، وهي جزء من تفهم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصده في كلامه. المعلم الحادي عشر، التأني في التنزيه. التأني في التنزيه من الضروري جدا، يعني أصل المقامات الشرعية التي تمتدي حقيقة قضية الأنا، قضية الأنا ما بستفسر في ذكر ما يتعلق بقضية التعدى وقضية الأنا. مشكلة بعض المتكلمين في هذا الباب أنهم يتحدثون في هذا الباب كأنهم يطمعون ويتطلعون إلى لون من ألوان السبق الصحفي. يعني أحد الباحثين يقول يعني في هذا الباب يقول لم يعرف العالم كله بفضل الله كاتباً ومفكراً قال بنظرية وجود المسيح الدجال في مثال في برمودا وأنه صاحب الأطباق الطائرة سوى الكاتب الصحفي فلان وفلان. يعني يتعامل مع مثل هذه المغيبات بعبارة سبقاً صحفياً يتشوف الإنسان أن يحظى بشرفه. وكثير يعني كثيرة العبارات والطاقات الموجودة في هذا الباب. فأحد المسائل المهمة اللي ينبغي استحضارها أن يحتاج الإنسان لنوع من أنواع الأناة تؤدى التلمذ العلمي حتى يطمئن إلى صوابية التنزيه. ولذا من أعجب الأثار اللي وقفت عليها
وهي عبارة منهج نفيسة جدا فيما يتعلق بخصوص شأن المهدي الذي يقع في آخر الزمان وفي عملية التألي في عملية تنزيل نصوص النبي صلى الله عليه وسلم المتناولة في المناسبات والوقائع المختلفة. عبارة جميلة جدا وردت عن سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى يقول فيها إن السؤال الآتي قلت يعني حفص بن غياث يقول قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ الناس يتكلمون في شأن المهدي واضح إن عاش في لحظة زمنية معينة كثر فيها الدعاوى المتعلقة بهذا المسألة فيستشير العالم هذا معلم نذكره في المعلم الثاني عشر تاليا. فقال له سفيان الثوري شوف العبارة العجيبة قال إن مر على بابك إن مر على بابك شفت المهدي إذا مر على بابك فلا تكن منهم في شيء حتى يجتمع الناس عليه. ترى مو واجب شرعي عليك أن تكون أول إنسان بايع المهدي وأنت صلّى. إذا مر على بابك المهدي تأنى تريث تعقل تركل حتى ترى الناس اجتمعوا عليه وخلاص في الصفات انتهى الموضوع ثم بادر إلى اتخاذ الموقف وإجراء ما يتعلق. لكن لا يلزم أن يقفز الإنسان متعجلا أن يكون هو الرجل الأول صاحب السبق الصحفي في تنبيه المهدي دعاوى بعضهم إلى أن المهدي هو المهدي. طيب المعنى الثاني عشر مراجعة العلماء في هذا الباب. يعني إحنا القاعدة الضابطة أصل في التعامل مع النصوص الشرعية من جهة الثبوت من جهة الفهم أن هو مجال اختصاصي وبالتالي يحدثنا الله تبارك وتعالى عن واجب في التعامل مع الشأن الاختصاصي فسألوا أهل الذكر وأنتم لا تعلمون. وبالتالي أحد المعالم المنهجية يجدها الإنسان واضحة في حالة السلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى هي قصة الرجوع إلى العلماء. مجرد ما يحصل عندهم واقع ويتوهم أحد من احتمال أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتناول هذه الواقع مباشرة يذهبون للعلماء ليطمئنوا إلى حقيقة المسألة. خذوا بعض من أمثلة عن طاووس أن رجلا اعترض لأبي موسى الأشعري فقال هذه الفتنة التي كانت تذكر لاحظ الحين عندنا حديث تناول الفتنة جاء رجل لأبي موسى الأشعري قال هذه الفتنة التي تذكر فقال وذلك حين افترق هو وعمر بن العاص رضي الله عنهما حين حكم يعني في قضية الحاكمين على إثر بقعة صفين وغيره فقال أبو موسى ما هذه إلا حيصة من حيصات الفتن وبقيت الرداح المطبقة من أشرف لها أشرفت له القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي. فقال يعني كأنه بيقول له ترى لا مش هذا المقصود بالفتن الكبيرة اللي تنبأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم اللي تعين فيها الواجبات الثلاثة. عن أبي عمرو الشيباني قال كنت مع حذيفة بن يمان في المسجد إذ جاء أعرابي يهرول حتى جفى بين يديه فقال خرج الدجال. لاحظ المسألة إذا كان بلغت شائعة بلغت قضية معينة واقع معين نخرج الدجال فجاءت الأعراب هذه قال رأي هرول حتى جفى بين يديه حذيفة وقال له أخرج الدجال. لاحظ الفائدة والمعنى من رجوع أهل العلم والرد إليه في حال وقوع الاشتباه الذي لازم يتعلق بهذا الباب. فقال حذيفة أنا لما دون الدجال أخوف من الدجال وما الدجال إنما فتنته أربعون يوما. الميزة طبعا في الحديث يعني اللي قصده حذيفة لما شاف الرجل مرعوب بهذا الطريقة حاول أن يهون عليه حاول أن يهون عليه ما في شك من فتن الدجال فنعرف الفتن أن بالإنسان الحال يقول لا ما خرج الدجال لكن ترى ما ينبغي أن تنتابك حالة من حالة الرعب اللي أرى عليه. عن حكيم بن سعد قال لما قام سليمان فأظهر ما أظهر اللي هو سليمان بن عبد الملك الخليفة الذي انتصب بعده عمر بن عبد العزيز. كان سليمان بن عبد الملك تقيم تاريخ بني أمية لما وصل إلى عهد سليمان ترى سليمان بن عبد الملك لا يعلم كثير عنه كان صاحب ديانة وصاحب عدل. فيقول لما قام سليمان فأظهر ما أظهر قلت لأبي يحيى هذا المهدي الذي يذكر يعني من شدة العدل الذي وقع منه قال هذا المهدي الذي يذكر فقال لا فقال لا وندري السبب لأن ما أعتبر متوصف جبيل أوصاب بس الشاهد الفائدة أو القضية اللي بينتبه لها هي قضية إيش العودة إلى أهل العلم في عملية التنزيل. لا يتعجل الإنسان لا يقرأ حديث بعد يشوف واقع ثم يسقط هذه الواقعة مباشرة لا يتأنى يتريث يفتح هذا الملف مع أهل العلم. المعنى الثالث عشر التجرد في البحث والخروج عن الهوى التجرد في البحث والخروج عن الهوى لأن أحد الإشكاليات التي نحتاج أن نعيها فيما يتعلق بهذا الباب أن تدخل على الإنسان أهواء ونبهنا أن أحيانا في مصالح ومكتسبات مادية لبعض الخلق في تنزيل بعض الأخبار وبعض الأحاديث النبوية على معطيات الواقع. خذوا مثال أحد مدعي المهدوية في أرض الهند اسمه الجمهوري أحد مدعي المهدوية في أرض الهند اسمه الجمهوري يقول
كثر الخلاف. شوف العبارة العجيبة، عبارة منهجية بين قوسين نفيسة على طريقة يعني ها؟ يقول كثر الخلاف في الحديث ويصعب تمييز الصحيح من السقيم. الآن هو يدعي المهدوية، يقول لك ترى الحديث ترى فيها أحد الموضوع على ضعيف وكثر الخلاف في الحديث وصعب تمييز الصحيح والضعيف. فالذي يوافق كتاب الله تعالى ويوافق أحواري فاقبله. أنا حين أدعي أني مهدي ولا حديث ترون مختلفة، إذا حصلت حديث يعني في ورع زائد يتوافق مع كتاب الله عز وجل ويتوافق مع أحواري فاقبله. زين. ولما سأل علماء هرات الجنبوري على أي أساس تدعي المهدية لنفسك، قال أنا لا أدعيها لنفسي يعني من عندي، بل أدعيها بأمر الله سبحانه. تفهم الموضوع غلط، أنا ما أدعيها من نفسي، الله عز وجل هو اللي أمرني أن أدعيها. وسئل مرة إن اسم أبي المهدي عبد الله، الحين هو الجمهوري هذا من أرض الهند يدعي النبوة، فواحد فضل يقول له ترى في صفات المهدي محمد بن عبد الله، فقال إن اسم أبي المهدي عبد الله وأنت ابن سيد خان، يعني ما تجي ما تجي. فأجاب قائلا أليس الله بقادر على أن يبعث سيد ابن سيد خان مهديا؟ وأجاب مرة ثانية اسأل الله لماذا بعث ابن سيد خان مهديا؟ سألوني أنا ما لي علاقة بالموضوع. وقال مرة ثالثة اذهبوا فقاتلوا الله تعالى لماذا بعث ابن سيد خان مهديا؟ فلما ينظر الإنسان في مثل هذه الممارسات واضح أنها مغلفة مطبعة وحاضرة قضية الأهواء الشخصية لم تكن طبعا مثل يتحل المرض النفسي والعقلي. المعلم الرابع عشر عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي. عدم محاكمة نصوص المستقبل للواقع الحالي، وهذه القضية يجد الإنسان أصداءها في ممارسات السلف بنبه عليه. وهنا نستحضر اللي ذكرناه في قضية التغيرات الحضارية المادية وقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في مجموعة ممن يعود بعد سقوط القسطنطينية يقول إني لا أعرفهم وأعرف أسمائهم وأسماء أبائهم وألوان خيولي، قضية المقاتل بالسيوف، قضية الرماح، غيرها من الأشياء. فما يصح الإنسان يحاكم هذه الأحاديث المتعلقة بالشيء المستقبلي إلا المعطيات الآنية الموجودة، بحيث يقول إن ترى عندنا كهرباء ولا لابتوبس وعندنا كاميرات وحضارة أصلا قنبلة نووية وطيارات وكذا، كيف يعني ستحصل مثل هذه الملاحم الكبرى بهذه الأدوات البداية؟ نقول نحن ما ندري ما الذي سيكون إليه المستقبل البشري، كيف ستتغير هذه الأوضاع. وبالتالي لا يصح الإنسان أن يتعجل تأويل الأخبار المتعلقة بهذه المجالات تحت سطوة وضغط المعطيات الآنية المتعلقة بالواقع. وخذوا هذه الأمثلة من سيرة الصحابة. صح عن حذيفة قال ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. شوف الحديث الغريب. صح عن حذيفة قال ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. يصير أحوال عامة الناس الفاسدين اللي هم يأمرون بالمنكر ينهون عن المعروف، فيصير الإنسان اللي بن قاسم خوش ولد اللي هو قضية إيش؟ إنه لا يأمر معروف ولا يعمل، هذا يعتبر ممتاز جدا. فقال رجل من القوم، لاحظوا هنا اللي قضية محاكمة هذا المعطى اللي تحدث عنه حذيفة بن اليمان عن شيء مستقبلي إلى المعطيات الآنية، إلى السياق الديني الذي كان يعيش فيه الصحابة والتابعون، اللي يستبشر هذا المشهد إن كيف يكون خير الناس في ذلك الزمان من يعقل منه هذا غريب. فقال أيأتي علينا زمان نرى المنكر فيه فلا نغيره فلا والله لا نفعله. إيش اللي حصل من هذا التابع؟ اللي حصل منه محاكمة ذلك المعطى المستقبلي إلى المعطى الآن. يقول الدين ظاهر بحمد الله تبارك وتعالى، كيف ما ننكر منكر؟ والله نفعل منكر منكر. فقال له حذيفة أو قال فجعل حذيفة يقول بإصبعه في عينه يقول كذبت والله كذبت والله كذبت والله. فقال الرجل فكذبت وصدق. اللي حصل ان آلت الامور الى ما ذكر حذيفة رضي الله عنه. ايش الخطا؟ يعني واضح حذيفة يقول ترى هذه الوضعيه يجب ان يستحضر الانسان سيكون فيها وضعيه اكراه وفي فساد عام وفي اشكاليات معينه. فلما قال هذا الرجل الذي لا يستطيع ان يتصور ذلك المستقبل الا في ظل السياق الديني اللي يعيش فيه، قال لا بننكر منكر والله لا نفعله. فتلاحظ ردة فعل حذيفة ما يعني شجع على قضية أنه بالعكس جزاك الله خير، ويعني لا، اللي حصل أنه شعر أنه وقع في خلل في ردي
ما يعد في حقيقة الأمر حديثة أن حذيفة إنما يتلقى هذا الشأن من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يضع أصبعه في عينه يقول كذبت كذبت كذبت، فصدق الواقع حذيفة رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فآل الأمر لما ذكر. وصح عنه أيضا أنه قال كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم كما تنفرج المرأة عن قبولها لا تمنع من يأتيها، أن يحصل حال من حالة الفساد العام فيهم. فقالوا لا ندري، قال لكني والله أدري أنتم يومئذ بين عاجز وفاجر، يعني بتحصل فساد عريض بعين الناس ينقسمون لصنفين، عاجز لا يستطيع الاعتذار والإنكار والإصلاح، وفاجر يروض أصلا فجر. العجيب قال رجل من القوم قبح العاجز من ذاك، الله يقبح العاجز من ذاك الزمن، فقال يقول الرعب فضرب ظهره حذيفة مرارا ثم قال قبحت أنت قبحت أنت، يقول أنت مو بعارف طب سياق الدين سيكون مختلف، أنت في فتن في قصة مختلفة، لا تقعد لا تحاسب هؤلاء على سياق الدين اللي أنت عايش فيه في هذه النعمة في هذا الخير. العاجز في ذلك الظرف الزماني كان بيقول لك حذيفة ترى معذور، ترى معذور في مشكلة حقيقية موجودة في ذلك الزمان، نعم أنت لا تستطيع أن تتعقله في ظل ظهور الدين في زمانك. قال المبزنجي معلقا على المكس المهدي مدة 9 سنوات، جو الخلل اللي دخل على أحد العلماء ومن له مصنف لطيف وجميل في قضية أشراط الساعة اسمه إشاعة في أشراط الساعة، يقول لاحظ حين اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي على خلاف الروايات أنه يمكث في الأرض 9 سنوات، فقال ولا شك شو لحظة لما يحاسب الإنسان يحاكم المعطيات المستقبلية في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضعه مثلاً فني التقني الذي هو عايش، خذوا هذا المثال، قال ولا شك أن مدة 9 فما دونها لا يمكن أن يساح فيها ربع أو خمس المعمورة سياحة فضلاً عن الجهاد وتجهيز العساكر وترتيب الجيوش وبناء المساجد وغير ذلك. الآن المهدي سيجاهد، المهدي سينشر العدل في الأرض، فهو مستبعد كيف يمكن أن يتحقق مثل هذا الأمر في غضون 9 سنوات. لو جلس بس يتنقل في أرجاء الأرض في مدة 9 سنوات ما يقدر يغطي ربع المعمورة أو خمس المعمورة. إيش السبب؟ إن سياق الفن التقني ما عنده وسائل مواصلات حديثة ولا القرية الكونية الصغيرة ولا القصص هذا، فمستبعد. فنقول له الخطأ إن دعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وثق تماماً إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. نحن الآن لما نقرأ كلام المبزنجي هذا إيش نقول؟ نقول رحمك الله ما تدري ترى إن الأمر أسهل من هذا بكثير، أسهل من هذا بكثير. إن يعني يقول لك نحن مستبعد 9 سنوات وإحنا ندري إن ترى تغطي المعمورة كلها في سنة، ما تحتاج المسألة إلى كل هذا التصور. إيش اللي حصل؟ اللي مجرد إن في تغيرات كبيرة تحققت في المستقبل لو حاكم الإنسان معطياته في الواقع يحصل قدر من الخير. المعلم الخامس اللي هو أو أحد الشكات عدم محاولة افتعال واقع يمكن أن تنزل عليه النصوص. أحد الإشكاليات الغريبة اللي تحصل في هذا الباب أن بعضهم يتعمد افتعال واقع معينة ليقول هذه الواقع ينزل عليها النص صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة حصلت يعني في القديم وفي الحديث. يعني خذوا مثال، مثلا أحد الأئمة يظنها من أئمة التابعين وتابع التابعين اسمه النفس الزكي، صاحب حركة مشهورة جدا، حركة ثورية خرج على ضمن أبو جعفر منصور طويلة في التاريخ تجدون حركة النفس الزكية. طيب النفس الزكية هذا اسمه محمد بن عبد الله، اسمه محمد بن عبد الله بن الحسن ملقب بالنفس الزكية. يقول عن الحافظ بن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى تلقب بالمهدي، هو رجل صالح محمد بن عبد الله من ولد فاطم، من ولد فاطم تلقب، يقول ابن كثير تلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو المذكور في الأحاديث، تلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو المذكور في الأحاديث، فلم يكن به ولا تم له ما رجاه ولا ما تمناه فإنني. إيش اللي حصل؟ اللي حصل أن افتعلت الواقع. لاحظ الحين هو محمد عبد الله صفة منضبطة فيه، اثنين من ولد فاطمة صح، باقي المهدي قال إيش؟ محمد بن عبد الله من ولد فاطمة ألف بلغة بسمه. فنقول إن لك ما يسمح أن تفتعل الصفة، هي ستتحقق في الواقع إن كنت مقصودة. من الأمثلة كذلك أن الخليفة العباسي اللي هو ابن أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله، اسمه عبد الله
الخليفة الثاني من خلفاء بني أمية، سمى ولده إيش؟ سمى ولده محمد، وصار عند محمد بن عبد الله، ولقب الابن إيش؟ المهدي. الخليفة الثالث من خلفاء بني العباس هو الخليفة المهدي، محمد بن عبد الله المهدي، رجاء أن يكون هو المهدي. لكن المشكلة طبعاً في سلسلة منطبقة به، ليست منطبقة فيه. مع ملاحظة، وهذه مسألة يعني بنعرض لها بعد قليل فيما يتعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن استحضروها. من الآثار الموقوفة على عبد الله بن عباس وغريبة، وغريبة سبحان الله، وتفتح أفقاً فيما يتعلق بمصطلح المهدي. وممكن استثمر الحين أذكره وإذا احتجنا إليه بعد قليل ننبه عليه. مصطلح المهدي في الدلالة الشرعية لا يلزم بالضرورة أن يكون منصرفاً إلى المهدي الذي هو ولد فاطمة، الذي اسمه محمد عبد الله، الذي يخرج في آخر الزمان، الذي يملك الله عنه. مصطلح المهدي وجريان على لسان الشريعة قد يكون مقصود بهذا، وقد يكون مدلول أوسع، مهدي يعني هداه الله تبارك وتعالى، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأبو بكر في ضوء هذا الحديث هو مهدي، وعمر مهدي، وعثمان مهدي، وعلي مهدي. جيد، هذا اعتبار. من الأثار العجيبة والمهم تضاف إلى قضية مصطلح المهدوية في لسان الشريعة، أنه ورد أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وصححه بعض أهل العلم في رسالة مطبوعة في مجلدين في أحاديث المهدي، رسالة ممتعة وجميلة، وهو ممن تتبع الأثار المروية أو هذا الأثر المروي، تتبع طرق عن ابن عباس وصححه وقوى. قال منا ثلاثة، يقول عبد الله بن عباس منا ثلاثة، منا كان يقول من ولد من بني العباس، منا ثلاثة: السفاح والمنصور والمهدي. السفاح والمنصور والمهدي. فهذا يدل أن مصطلح المهدي لا يلزم بالضرورة أن يكون دالا على ذلك المهدي معين مخصوص. ففي حديث يعني أن يقع تقاطع واشتراك أحيانا في العنوان في المصطلح، بحيث يحتاج الإنسان إلى مزيد من البحث العلمي بحيث يفرز هذا عن هذا. يعني حتى من الأثار أو القصص الطريفة اللي وقفت عليها في قراءتي في سيرة عم النبلاء، أذكر القصة هذه، أن دخل علي بن عبد الله بن العباس، دخل علي بن عبد الله بن العباس وكان شيخا كبيرا على هشام ابن عبد الملك اللي هو أحد خلفاء بني أمية. يعني دخل الشيخ الكبير اللي هو علي بن عبد الله بن عباس على هشام بن عبد الملك، فوسع جلسه بجواره، وسع له وأكرمه. فلما ولى علي، لما ولى خارج الحين هو شيخ كبير، التفت هشام إلى أحد أصحابه وقال: خرب الشيخ، خرب الشيخ. يزعم أن هذا الأمر سينتقل إلى بنيه. يقول ترى خرب في المجال، يقول الحين لحظة صدق بني أمية ترى تبالغ سنوات بعد. يقول خرب الشيخ ويزعم أن هذا الأمر سينتقل إلى بنيه. فالتفت له عبد العالي، سمع الكلمة، التفت له قال: لا يكونن ذلك ولا يتولين هذا. وكان موجود في المجلس طفلين صغيرين كان قطاع اليومين، السفاح والمنصور، موجود اللي هو أبو عبد الله السفاح وأبو جعفر المنصور، قال: لا يتولين هذا. فمثل هذه القصة تدل أن أحيانا ترفيه الأبيات موجودة فيما يتعلق بهذا الشأن تحتاج إما إلى تتبع ملاحقة أو قد لا تصل إليه، وهذا واقع يعني بننبه إليه بعد قليل. طيب، يعني كثير الافتعال، يعني مثلا لو أخذ الإنسان بس تجربة اللي هو ميرزا غلام أحمد القديان اللي هو مؤسس القديانية، ستجد الافتعالات عجيبة في حياته. يعني مثلا أول شيء ادعى رجل المهدوية، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى أنه هو المسيح بمعنى، ثم ادعى المسيح بمعنى. فعندك مثلا أحد الأشياء الطريفة المتعلقة بالرجال هذا وسيرة إثراء في غاية الطرف، يعني واللي يقرأ عن القديانية ويتبع في مثل دخلت القديانية يكتب مثلا صحابة كذا، صحابة ميرزا غلام أحمد القديان، يجيبون لك الصور والصحابة حقته، الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث، وأظن الآن الخليفة الرابع والخامس موجود في بريطانيا. والعجيب طبعا أن أن أن, أن, أن أول قناة فضائية محسوبة على الإسلام، القديانية ليست طائفة محقق إسلاميتها، كان للأسف الشديد من القديانية، بل حضرت مؤتمر لحوار الأديان كان ممثل المسلمين وأحد المنسقين يتعلق بهذا المؤتمر كان القديانية، فلهم يعني حضور طائفة وكذا، وكان يعني هم أصلا جزء منها صريعة استعمارية معينة بريطانيين في فترة الهند، وأصلا أحد الخدمات اللي قدمها الرجل هذا للبريطانيين إلغاء تشريع الجهاد، قصة طويلة. لكن القصة الحين في قضية الافتعال. فمن الأشياء العجيبة اللي سواها الرجل هذا أنه ورد من شأن المسيح ابن مريم أنه ينزل وين؟ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق،
كذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عند المنارة البيضاء شقي دمشق. سوى وهو موجود هناك في الهند سوى راح بنى مسجدا وجعل لها ايش منارة البيضاء من جهة المشرق على أساس يقول لك ايش إن قصد منارة البيضاء شقي دمشق واضح يعني. فهذا القصد هو قضية عدم افتعال الواقع، مو واحد يرتب الواقع بحسب مواصفات الواقع الموجودة بعدين يقول لك إن ترى خلاص واضح الحديث المصطفى.